بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المقدم جمال ناكوع، مديرية أمن وسط الجبل. نهني الشعب الليبي بمناسبة ثورة 17 من فبراير للذكرى 13، ونشكر جميع أعضاء رجال الشرطة على تأمين هذا الاحتفال، ونشكر سيدي اللواء ناصر ناكوع مدير أمن وسط الجبل على وضع الخطة الأمنية لتأمين هذا الاحتفال. طبعا تم تأمين هذا الاحتفال من قبل أقسام مديرية الأمن من قسم شرطة النجدة وقسم المرور والبحث الجنائي، وتم توزيع الخطة سليمة وتأمين هذا الاحتفال من مداخل ومخارج الاحتفال من قسم النجدة والمرور والبحث الجنائي. ونشكر طبعا الشعب الليبي كله، وبارك الله فيكم ومشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. النقيب محمد عمر متاح الزنتاني، رئيس قسم حماية الطفل والأسرة بمديرية أمن وسط الجبل. الشعب الليبي على الاحتفال 13 من فبراير، ونهني شعب الزنتان بصفة عامة، ونشكر اللواء ناصر الناكوع على الخطة الأمنية اللي وضعها لتأمين الاحتفال، وكما نشكر رؤساء الأقسام بصفة عامة، ورئيس قسم بحث جنائي، رئيس قسم شرطة النجدة، ورئيس قسم شرطة المرحان، وجزيل لهذه المديرية. السلام عليكم، أنا الملازم أول حمزة الحمروني. نهني الشعب الليبي بثورة 17 فبراير، ونهني مديرية وسط الجبل بمكوناتها حماية طوق تأمين الحفلة بالكامل. نبدأ من أقسام بحث الجنائي، قسم شرطة النجدة، المراكز عامة المرور التحري، وما شاء الله وإن شاء الله موفقين ومبارك إن شاء الله، ونهني الشعب الليبي على كل هذه الحفلات والأمور اللي صايرة بإذن الله.